السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. بغيت نقول لكم مرحبا بكم معنا في فلوق جديد. المهم رانا غبرت عليكم هاد الايام، غبرت بزاف. اليستو يجي معكم الصف. المهم بنات راكم عارفين دابا راه الشهور الاخرين، وما نكذبش عليكم ديت كنعيا، راه يبان لكم من الوجه ديالي راني عيانه، وراكم عارفين الواحد كيبدا يعيا في الشهور الاخرين، والبنات راكم نتوما حاسين بالهضره اللي كنقول لكم، بواحد كيبدا يتقل كل ما كيزيدي شنو حتى على حساب الطبيب قال لك شحال ما ارتحيتي شحال ما مزيان، على حساب الولاده باش تولدي عاديه ان شاء الله. انا صراحه باغا نولد نورمال زعما البنات، انا زعما هادشي دايره مع الطبيب ديالي، ان شاء الله نولد نورمال الى كتاب. المهم بنات اليوم هي كانت هي اول مره نشوفوا الملامح ديال البيبي. راكم عارفين بالنسبه للبنات اللي كيوصلوا للثامن والسابع كدير واحد ليكوغرافي مورفولوجيك باش كتشوف البيبي واش هو هذاك، ما فيه لا تشوه لا حتى شي حاجه. الحمد لله، الحمد لله حنا مشينا درنا. كانت المهم انا اصلا واحد 4 جوغ زعما شدني ديك الخلعه، زعما كتقول عندك يكون فيه شي حاجه، عندك تكون شي حاجه، مي الحمد لله شكر لله كلشي هو هذاك، البيبي في صحه مزيانه، واخا هو مسكين باقي قليول كما قالت لي ماما مسكين داك شي حوته باقي صغير وداك الشيء، ولكن الحمد لله. المهم اهم حاجه هي الصحه، وتكون الصوره ان شاء الله تكون مكموله. حسيتي فاش شفتي؟ وهذا دابا حسيت هو يضربني والله العظيم قسما بالله كان ضربني. لا هو شامل شي حوايج. المهم ما نكذبش عليكم، واحد الاحساس زوين صراحه. الله اول مره غنشوف الملامح زعما الطب زعما تقدم بزاف من هنا، وحا من هنا 4 سنين ولا 50 ما كناش كنسمعوا بهذا الشيء، انك تشوف البيبي 3D ولا 4D، زعما الدكتور متبعين معاه، زعما داك الشيء عنده ماتريال زعما داك الشيء جديد ومتقدم وبزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني راه الدكتور زرور حاتم، انا قلت لكم شنو سميت، راه لا اشهار لا والو، باش تعرفوا هو اللي بقى لينا نديروا الاشهار غير الاطباء. دكتور زرور حاتم، البنات اللي باغيين زعما كيسولوا في لي كومونتير غادي السميه ديالو. شو بغيت نقول لكم، واحد الاحساس كان زوين بزاف ما كيتوصفش. انا جاني بحال هذاك الاحساس ديال الطياره، عرفتي من تكون قلبك خاوي من الداخل ولا كرشك خاوي شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش كيفاش نوصل لي واحد الاحساس في الشكل. لا نقول لكم شنو وقع الياس شنو وقع لي، كنت انا ديجا مشيت المره الاولى درت الكونترول نيت لهاد ليكوغرافي، حيت انا صافي بلوس كو انا ما عمرني مشيت شفت ما شفتوش ما عمر ما شاف الياس، مشى معايا شي 3 فوا هكا في الاول، ولكن هاد اول مره يشوف، حيت في الاول ما كيكونش باين الباب مزيان اصلا، كيبان داك الشيء فلو، مي من بعد تولي كيبان. عرفتي البوزيسيون اللي واريه فاش دايرها؟ ما يبانش لكم انتم مزيان، ما غيبانش لكم بزاف. قلبي في الصفحه اللي شويه باينه. كاينه واحد الصفيحه، ان شاء الله ضروري من بعد غادي نشاركوا، غادي يشوفوا البيبي وغادي يشوفوا كل شيء. الشباب ديالي، يعني حتى لابارتي ديالي. نوريكم بعدا، نقرب لكم شويه هانتوما. باش تعرفوا كيفاش داك الشيء كيبان، زعما بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على هاد ليكوغرافي كيفاش كيكون داك الشيء، صراحه كيبان داك الشيء مفرز ليديدات الصباع واش تيكونوا هذوك خمسه تيحسبوهم وهداك الشيء كامل كيعبروا الراس، مي داك الشيء تيكون اون ديتاي كيعبروا الراس شحال فيه السلسول ديال الظهر، شي حوايج اللي حنا ما كنكونوش عارفين هما كيعبروهم. والحمد لله زعما كان اي حاجه كيشوفها معايا كيقول لي كنسمعو كيقول الحمد لله الحمد لله، انا عرفتي ما كيبقى ساكت ما كيهضرش معايا سيخ بلاصتو كنساليو كنسمع كيقول داك الحمد لله الحمد لله كرتاح. اللي كاين تنقول للناس كاع اللي شافوا هاد الفيديو زعما شاركنا معكم ديك الفرحه، والله الا زعما انا تنعبر على الفرحه ديالي بهكا زعما تنبقى مرفوع ما نكذبش عليكم، زعما كنت دورون توت لا سيونس بقيتي تنشوفهم بهود، ومن الداخل ديالي ما عرفتش داكشي تيتحس من الداخل، داكشي رباني الهي. اش نقول لكم، الله يفككم على خير كاع اللي يولدوا مع رانيا، تنشوف بزاف ديال لي كومونتير الناس غادي يولدوا معاك، وهذا الله يفككم على خير، ودعي مع اللي ما حاملاتش، انت دابا حامله. الله يسهل على البنات كاملين، والله يفك البنات كاملين، اي وحده باغا شي حاجه الله يعطيها ليها، والله يعطيكم الدريه الصالحه ان شاء الله. تيقولوا المراه الحامل دغيا تتوصل، دغيا كتوصل، وي راه دغيا كتوصل، راه بصح دغيا كتوصل، واي وحده كتقول لي ان شاء الله ملي تكوني رانيه كتولدي دعي معنا، انا ندعي معكم كاملين ان شاء الله، اي وحده قالت لي دعي معايا غندعي معاها، والله يسهل عليكم كاملين البنات. صراحه البنات انا ديما كنقول الياس، كنقول ليه من رجعنا من طوق قلت ليه الشيء هذا الملف هذا غادي نحتفظ به،
غنخبيه غنخبيه بيتو غنحتفظ بيه غنخبيه عندي حتى يكبر وغادي نوريه ليه نقول ليه ها انت كنتي نقيطه كي وليتي منين كبرتي ومنين دزتي ولا 8 شهور ولا 9 شهور نقول ليه ها شوف اي حاجه شوف مامتك شحال تعذبت عليك ايوا الله يسمح لينا من الوالدين ايوا راه 9 شهور ما كدوز شو دابا حنا دابا حنايا حامله شوف كيفاش كنوليو كيفاش كنتبدلوا لي زغمون كلشي كيتبدل فينا وجهك شعرك اي حاجه تخيلوها كتبدل زعما الله يسمح لينا من الوالدين وكل ليله كنكون نعسه كنبقى نقول مع راسي كنقول دابا انا ماما دازتني هادشي كامل والله العظيم راه كنكون كنقول دابا ماما والدينا دازوا لنا هادشي كامل راه داكشي هادي راه دي الحكمه ديال سيدي ربي في هادشي راه بس تعرف شنو كاين وثاني الرجال عاوتاني ملي كيشوفوا عيالاتهم شنو دايز عليهم حتى هو كيحس بالام ديالو بيان سور ولا لا دابا حسيتها عليا زعما راه كنا راه قلتها لك هادشي تيبقى لداخل مي الله يحسن العوان ليهم وتعذبوا علينا صراحه والله يسمح والله يخليهم لينا يخليهم لينا ما بنات دابا حنا ان شاء الله غادي نمشيو غنمشي للدار جاي حماتي وعمي وياك ومجد كلشي جاي ان شاء الله غادي يفطروا عندنا عند ماما المهم شابكه غادي نمشيو ان شاء الله نبقى شنو نقول لكم المهم داكشي غادي نشاركوه معكم شنو غادي نطيبوا شنو غادي نديروا وخا الحال ما بقاش بزاف وتا ماما يلاه دابا غتكون دخلت للدار غادي نشارك معكم ان شاء الله العراضه وتهلاو في راسكم نتلاقاو ان شاء الله في الدار يلا مال المهم بنات لقيتو دابا عاد هبطت الكوزينه بدلت حويجاتي بالزربه خفان زربان وغادي ندخلوا للكوزينه كما قلت لكم راه ماما خليتها في الخدمه مزيانه شي شويه وقالت لي سيري سبقيني وجدي داكشي اللي كتعرفي ومن بعد مين غنجي انايا وديك الساعه نشوفوا شنو نديروا ها نتوما البنات ديجا صايبت هنايا لي سيغا كما كتشوفوا ما صايبتش بزاف باش داكشي يتكال ديك الساعه وهكا الواحد ثاني مره اخرى يصايب شي حاجه اخرى هادو البنات معمرين بالفرماج وكيري راه ديجا كنا وريناكم الطريقه وانا هنايا عاوتاني بديت كنصايب بزاف ثلاث معمرين ها انتما هي الحشوه بالنسبه للبنات الحشوه كاينه هنايا لا فيرغيسيل وكاينه هنا كفته وكاين شامبينيون وكاين هنا شويه ديال الزيتون والقامه المغربيه ديالنا راكم عارفينها خليتها شويه كتبرد وغادي نبدا نصايب البسيطلات ديالي هما البنات من بعد ما سالينا الضريوات ديالنا هما ضريوات هنا بسيطلات صغيرين معمرين وهنا هادو لي سيكار حتى هما هنا معمرين دوبت هنا شويه ديال الزبده والزيت وغادي ندهنوهم باش كيجيو مقرمشين كاين البنات اللي كيدير البيض مي انا كيجيني شويه زفر البيض كنديروا الزبده صراحه البنات غادي نشد بصيل كبير وغادي نزوقوا هادشي بالمملحات اللي درنا المهم البنات كما كتشوفوا دابا ماما كتصايب الشماطه ها نتوما كنشوفوا الشكل ديالها فضلنا براسنا ما نديروا بحال هكا مثلا الملوي ولا شي حاجه قالت لك ماما دير شي فلا اللي هو سبيسيال ودابا هذه الشماطه سخونه هي كما سخونه بارده فيها شويه سخونه ها نتوما كتشوفوا الطريقه كيفاش كتزينها ماما لي بلا سورتو في رمضان ما كناكلوش بزاف ديال الخضره هي كمان رمضان هو ما فيهش خضره سبحان الله العظيم ولكن الواحد صياد الخضره لان الخضره في اي وقت صياد الانسان الخضره هي اللي
هي المهمه. هانتوما كما كتشوفوا هنايا كاين زعلوك زعلوك دابا شاركوا مع مكتوكه زعلوك وكاين هنايا الفول حتى هو ماما مصايبه هانتوما وهنايا البلاد هادو هنايا السيكا والبسطيله معمره بالحوت هانتوما هنايا بيتزا كما كتشوفوا يقولوا بلي كيش البنات ولكن اللي كيش انا زعما رايي الخاص كتكون كيكون من الفوق باش ما كديري الفرماج ولا شي حاجه كديري لاصوص بلونش راه شي كاين نتوما خليكم عند بعض حتى حنا في الوقت بدل ضائع. يلا ها انتوما الحريره ديال ماما. ماما اليوم شنو كاين؟ كاين غير الحريره؟ كاين الحريره وكاين لا سوب ديال البواسون. سوب دو بواسون. ما وريتيهمش الطريقه. مره اخرى نصورها ان شاء الله ونوريكم الطريقه معكم ان شاء الله. المهم البنات لقيتيني دابا دخلت للدار. المهم اول حاجه لبست التيشيرت لنحرتك. المهم ما تدوش عليه حيت بغيت نتهلا شويه في راسي ونتهلا في الشعر ديالي. واش لبست شي حاجه لصدق طايحه ليا فيها شي حاجه؟ هذه مده شهر البنات وانا كنستعمل واحد لي برودوي اللي هما زوينين بزاف للشعر والبشره وكنت ديما بغيت نشارككم معكم ولكن نقول لا ما نشارككمش مع المتابعات ديالي حتى نجربو انا. مزيان هذه مده شهر وانا كنستعملهم. بالنسبه للبنات اللي غيسولوا على السميه ديال البرودوي سميتو هازان انا غادي نوريه لكم. اول حاجه البنات بالنسبه لهذا البرودوي كاين اول حاجه كاين هذا الزيت هذا هو هذا اللي كنشارك معكم دابا. كاين هذا الزيت هذا كيتكون البنات من بزاف ديال الزيوت الطبيعيه صراحه خطير 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 بزاف. في واحد الريحه اللي زوينه وكينبت الخويات اللي كيكونوا عندنا في الشعر وكيعطي واحد كتبغي تحسي في الشعر ديالك الشعر ديالك قوي 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 بزاف ماشي كيخفيف. سيرتو انايا في الفتره ديال الحماله شعري كان كيطيح بزاف في الاول كيطيح بواحد الطريقه اللي خياليه خياليه بزاف وكنت ديما كنقلب على شي حاجه اللي تصدق اللي تقوي لي الشعر ديالي. الوغ تبعت الشهر تبعت هاد الزيت هذا لمده ديال شهر البنات وانا كنديرو عادي البنات كتشدوه كل مره في السيمانه تكوني غادي للحمام ولا ما غاديش للحمام كديري واحد بحال بحال شي سوان الشعر ديالك في الدار كتشقي شعرك بهاد الزيت. انا نوريكم غير طريقه الاستعمال تقريبا انا ديجا دابا اللي دايره غير في لي غاسين غادي يبان لكم نوريكم غير كيفاش كندير ليه. انتم راه غيبان لكم شعري ديجا راه فيه الزيت كنبدا مثلا هنا الوسط وكنبدا نشقق راسي بهذه الطريقه البلايص اللي فيهم الخويات فوالا كنبقى البنات بهذه الطريقه حتى كنكمل الشعر ديالي كامل. من بعد كنجمع شعري اول حاجه كنجمع شعري وكنلوي عليه بابي سولوفان وكنخلي واحد المده ديال 30 دقيقه كنحسب الشعر ديالي استفاد من داك الزيت اللي انا درتو ليه. من بعد كناخذ لا دوش ديالي وكنشفو مزيان في السشوار صراحه كيعطي واحد اللمعه اللي هو زوين. الوغ البنات صراحه برودوي غزال بزاف 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 غاديش نبو عليه نهائيا. اي وحده بغات الشعر ديالها يقوى يوليو فيه الخلفات ميبقاش يطيح هذا الزيت زوين بزاف البنات. البنات كما قلت لكم بالنسبه لهذا البرودوي فيه جوج ديال لي كومبليمون اليمونتير. كاين هذا الخضر هذا هو بيور سكين وكاين هذا عاوتاني هذا بيوتي هير. البنات كل حاجه البنات غادي نشرحها لكم على حده باش تفهموا كل حاجه ديال اش كتصلح. بالنسبه للبنات لهذا الكومبليمون اليمونتير اللي هو سميتو بيوتي هير هذا البنات كيصلح للشعر كيصلح للابو كيصلح حتى للضفيرات كيصلح لبزاف ديال الحوايج غني بالفيتامينات منهم فيتامين ا فيتامين بي فيتامين سي فيتامين او فيتامين بي 3 بي 5 بي 6 بي 8 مهم غني بالفيتامينات فيه 30 حبه لداخل. هذا البنات كتاخذوا حبه واحده في النهار اكيد من مور الفطور دابا حنا صايمين كناخذوا انا بصراحه مور الفطور. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي انت حامله رانيا وكتاخذيه انا هذا قبل ما ناخذو استشرت مع الطبيب ديالي عطيتو لي قلت لي واش امكاني ناخذو قال لي ما فيهش حاجه اللي غادي تضرك اكيد ومن فوق هذا الشيء باش تزيدوا تطمئنوا. هاد لي برودوي البنات ديال هازان كلهم مصدقين من وزاره الصحه الوغ ما عندكمش تخافوا منهم. هذا البنات كيحفز ماده الكولاجين اللي كتكون عندنا في لابو راكم عارفين ماده الكولاجين هي ماده اللي
اللي هي كتجدد دائما ومع المده مع لاش كتولي قليله في لابو ديالنا. هذه كتجددها كتعطي واحد النظره للبشره كتعطي واحد ليك لابو ديالك. تقدري ما تخرجي ما ديري لا ماكياج لا والو كيعجبك الوجه ديالك. كتخلي الشعر حتى هو كيطول بالزربه. كتخلي الشعر فيه واحد النضاره وواحد لابيونس اللي هي زوينه صراحه. هذا البنات زوين بزاف. بالنسبه للبنات بيور سكين كيصلح للشعر. اي وحده باغا تتبع شي تريتمون الشعر ديالها باش ما يبقاش مقصر باش يطول بالزربه باش الخويات اللي كيكونوا في الشعر حتى هما ينوضوا. هذا البنات خاص بالشعر صراحه زوين بزاف. وباش تعرفوا انا اصلا انه هذه المده اللي كنستعملها شعري طوال غتلاحظوا غير من لي غاسين ديالي. ها نتوما مديتوش دابا على الزيوتات اللي انا دايره دابا غادي ندخل ندوش ديك الساعه الشعر يرجع كيف ما كان. ها نتوما لي غاسين ديالي الحقيقيين هما هادو. وهنا هذه هي لابارتي اللي انا دايره فيها لاماش. ها نتوما هبطت شوفوا شحال طوال ليا شعري صراحه البنات زوين بزاف. حتى في الشعر ديالي بدا كيقوى. وانا من دابا كنوجد زعما الفتره اللي من بعد من دار الرضاع وداكشي راكم عارفين الشعر كيبدا يطيح. لا بلوبور ديال البنات كيقولوا لي بحال هكا كيقول لي شعرك رميه من بعد ما الرضاعه كيبدا يطيح. الوغ قلت انا من دابا وانا خدامه نوجد راسي لديك الفتره باش ما يكونش شي ما يكونش متفاجئ بزاف من خواش ليا شعري بزاف وشي حاجه اللي هي طاب زعما شي حاجه اللي ما غاديش تضرني في صحتي ما تضر لا البيبي لا شي واحد. واي وحده اللي حامله داروا استشار مع الطبيب ديالها ديه ليها ابخي عاد بدا تشربوا. وبالنسبه للبنات العاديين راه هذوك لا حرجه عليهم ماشي مشكل. هذوك ما عندهمش مشكل يقدروا يشربوا في اي وقت ما عندهم ما يدير ليهم. هذا البنات كتاخذوا منه جوج في النهار ماشي غير وحده. هذا كتاخذوا منه جوج ديال الحبات في النهار. وهذا كتاخذوا منه حبه وحده. وهذا كديروه مره في السيمانه كتشقوا به الراس ديال الشعر ديالكم وتدوشوا مزيان تغسلوه. وديك الساعه ردوا عليا خبر وقولوا لي رانيا واش شي حاجه زوينه ولا ما زويناش. راكم عارفين انا الحاجه قبل ما كنشاركها حتى كنجربها فيا ورا المده ديال الشهر راه هي كافيه. وها نتوما راه بان لكم راه لي غاسين جاولي في الكحلين كي دايرين ولتحت لي فيهم لي ماش راه الشيء كيطوال. الوغ البنات انا غنخلي لكم ان شاء الله جميع المعلومات في الصندوق ديال الوصف. بالنسبه للبنات اللي باغيين يتواصلوا معاهم هما ديك الساعه غادي ينصحوكم بالحاجه اللي تصلح لكم والحاجه اللي ما غاديش تصلح لكم. واللي بغيت نقول لكم بالاثمنه غادي تضمنكم اثمنه مشجعه بزاف اثمنه رخيصه. انا براسي تفاجات من سمعت الثمن كان كيسحب لي الشمال خيالي ولكن اثمنه جد مناسبه باش تبان لك الغزولتا وباش الشعر ديالك يطوال وباش تحافظي على لابو ديالك من بزاف ديال الحوايج. ها انتما ها هي لا سوب هذه اليوم اول مره غنذوق لا سوب ديالي اول مره ها هي غزاله معطره. دابا شاركه معاهم فيها الكراميل فيها الكريفيت فيها الشامبينيون فيها بيان سور هذيك الشعريه الشينواز